فيما يخص المقابله، انا نقول باللي كانت مقابله صعيبه، لان كنا ناقصين شويه ايقاع، لو ريتم ما كانش عندنا سي نورمال في كونسي با اونتريني، مي الذهنيا اللاعبين عرفوا كيفاش يكونوا متمركزين. سجلنا الهدف الاول اللي كان عن طريق ضربه جزاء، تلقينا هدف تعادل اثر خطا فردي ولا جماعي، لكن في الشوط بين الشوطين تكلمنا مع اللاعبين. الاقل نعودوا بنقطه المقابله في ستاف امسوا من الجانبين، احنا تلقينا اهداف من الكره الثالثه، نظن هذا هو نقطه الضعف اللي راه في الفريق، وكان بامكاننا نعاودوا نرجعوا في النتيجه، كان نوعا ما التسرع، لكن نقدر نقولوا باللي اليوم رده الفعل كانت ايجابيه من اللاعبين اللي بذلوا اليوم مجهود كبير. ثاني فرضنا طريقه اللعب تاعنا وكرينا بوكو دوكازيون، وين ما استغليناش الفرصه كنا قادرين نرجعوا بنقطه ايجابيه. الله غالب ما كتبتش، وين قدروا يمركوا لنا الدوزيام بيت، دوزيام ايطون كنا قادرين نرجعوا في النتيجه، وين ما حالفناش الحظ وعطينا بوكو دوكازيون اللي راح نخدموا عليهم في لي بروشان ماتش ان شاء الله.